حياكم الله. الله يسلمك. هلا. تفضلوا، هذا عرضنا اليوم ان شاء الله يبدا. ايوه. اي نعم. بس تفضل اقرا العرض. هذا اذا ناوي ان شاء الله تاخذ الزوجة الثانية. زين. عندك غرفة النوم. عد المهر. هذه سيدة أعمال هي اللي قايمة في هذا المشروع. المهر عليك او نشوف يعني الموضوع. في عروض ثانية انا بروح اجيب لك اياها اللي هي شهر العسل. يا سلام. ايه. بس عطني دقايق. بس العرض هو اذكر ان عندك المالديف، عندك ماليزيا، عندك جزيره راس الاخضر. طيب ناخذ موافقه الزوجه الاولى ولا ما ادري؟ لا نستشير الموضوع. ما نسمع، ما نسمع. روح انا وياك. تكبر معك. لا هذا للزوجه الثانيه. ليش؟ محلل الأربعة. يعني انا بالنهايه ترى مالي دخل عشان لا تحجون، بس دقيقه بعد ابنك شوي. للأمانة أنا حطوني في الموقف. لا بالعكس. بالعكس موافقة يعني؟ موافقة. توكل على الله؟ مرة. خلص. بس عطني ثباتك. ها؟ ثباتك. إثباتي؟ إيه. لا يا رجال ما فيها إثبات. ليش؟ هون شلون؟ ها؟ موافقة؟ موافقة. يسفروني طيب؟ يسفرونك؟ ما أدري أنا ممكن إذا أنت موافقة. تجي معنا. ها؟ تجي معنا. نبي أجي معكم. وش كيفك عاد أنت وياها تفاهم أنت وزوجتك يعني؟ لا أنا أقصد العرض. إيه العرض هذا للزوجة الثانية. يعني عندك غرفة النوم، يعني حتى الورد جايبينه من هولندا. وعندك شهر العسل. ايه عادي اذا تبي تغير الوان المفرش. تخففون عوانس؟ اي نخفف عوانس. ما انا ترى ما نسمعك والله. خلاص اذا انت موافق بس بطاقة الاحوال. هذه الموافقة من عند لولا ما يحتاج. عندنا ما عندنا. ترى والله ما كيفك انت؟ ها؟ طيب. لا يا رجال خلها انت متردد اشوف كيفك انت متردد. لا ها؟ اقول الله يطرح في المكان. اي بالعكس هذا عشان اول شيء انت محلل لك اربع مو بواحده ولا ثنتين يعني. بالعكس حطوا عرضكم على العزابيه. لا العزابيه طفشنا منهم يا رجال الحين ترى السوق قايم الزوجه الثانيه. فكر في الموضوع. مو طيب. انا لا الحمد لله ليش اتزوج؟ انا متزوج الحمد لله. ثانية. إيه أنا أتزوج على زوجتي ثانية؟ إيه؟ ليش إن شاء الله؟ لا لا مالي أدخل أنا حطوني في هالموقف أحرجوني للأمانة. والله؟ إي والله. أنت الحين جيت أنا مالي أدخل أنا موظف أنا كل راتبي 1500 يلا ألحقها. أنا قلت خذ العرض. تعال كأنك عرفتني يعني ها؟ ولا شككتني؟ لا يا شيخ تعال طيب تعال. يعني بس العرض حلو ترى العرض زين والله. لا والله انك ريقك نشف. طقتني مره كمان. والله يا ريق نشف ريقك نشف صح؟ لو انك الحال كيف تنفرد ها؟ والله بنفكر في الموضوع. استريح. كيف حالك؟ عساك طيب؟ انت كذا جاي ما معك اوراق ما معك شيء؟ والله ماني عارف انا ما قالوا لي اوراق ولا قالوا شيء فما عرفت ايش. كيف ما عرفت ايش؟ يعني الحين اعطوني لوكيشن وقالوا لي تعال. حياك الله، شو اخبارك؟ انت جاي مقدم على وظيفه صحيح؟ انا قالوا لي عندكم ايوه دعايه واعلان. اي نعم هو الصراحه للاسف احنا اللي نعتذر يعني هو المفروض ان الوظائف في الميديا بس ان للاسف خلصت خلصنا منها امس يعني
فاحنا عندنا شركات كثير، وبالعكس هذه فرصة ان يعني نتعرف عليك ونعرفك الشركات اللي عندنا، منها من ضمنها شركة الأثاث اللي انت شايفها. وصراحة عندنا وظيفة اهم من هذه كلها، اللي هي اول شيء كيف تعاملت مع الحيوانات؟ متوحشة شديد. حيوانات يعني خاصة البقر، يعني كيف تعاملك مع البقر؟ ما قد ربيت بقر ولا قد تعاملت مع بقر ابدا؟ طيب احنا عندنا مزرعة بقر مثل ما شايف يعني، والوظيفة اللي نبيك فيها هي وظيفة جميلة يعني، بس احنا حابين نسألك اول شيء كم سؤال، نبي نعرف يعني تعاملك الحيوانات، تعرف يعني البقر يعني مثل ما انت عارفه بعد يعني عندنا بقر شوي حساس تحتاج اهتمام خاص، يعني البقر حساس عندنا، لازم بينا تعامل لازم يكون يعني انت عنده تفهم بالذكاء العاطفي؟ تفهم فيه الذكاء العاطفي ولا ما تقدر؟ اخذ دوره في الذكاء العاطفي؟ اخذت فيه لكن انا كل الموضوع اللي وصلني دعايه اعلان، هي خلصنا منها هذه للاسف خلصت. أيوه. هي خلصت بس عشان كذا اي لا لا احنا الان مثل ما شايف اول شيء قرب لي الصوره هذه اللي عندك، انت شايف هذا نوع البقر تشوفه؟ طيب ايوه هذه نوع من انواع البقر اللي عندنا، شايفه كويس؟ طيب واللي هناك في عندنا تعرف البقر بعضها مستبجد يعني، وفي بعضها حنونه وبعضها حساسه، فلازم يكون تعاملك معاها شوي يعني يكون عندك خبره في ايوه في الموضوع. تعامل من اي ناحيه بس معلش؟ من اي ناحيه التعامل؟ تعاملك مع الحيوانات، ما قد تعاملت مع حيوانات؟ انت اللي طلبت، احنا عندنا مشاريع كثيره. لا انا ما طلبت. ما قالت لك شوي؟ انت جاي على اساس مقابله. انا جاي على اساس مقابله ايش؟ انا تكلمت وتواصلت مع شخص على اساس لا من اللي جاي بالله؟ ممكن اشرب ولا قهوه او اسوي. انت جايبين واحد شايف نفسه صار ما ادري يعني. مو اللي قصدي اي قاعد تتعامل مع الوظائف كانه ما هي محترمه. لا 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 انا قلت لك انا اشوف لا استرخص من اي وظيفه. انت ولا لك شيء انت يا عزيزي الفاضل، انا ما استرخص من شخص ولا استرخص من وظيفه الله يرضى عليك يا دقيق. انت فاهمه وانت فاهم وانا فاهم تمام؟ لكل شخص اختصاصه. الدكتور لا يصلح ان يكون مهندس، بس في الميديا لا يصلح ان يكون دكتور. اسمك كريم؟ سفيان. اسم جميل سفيان، يصلح مع البقر يعني تتعامل مع البقر وكذا، ما فيها شيء يا اخي. يا اخي الراتب جدا ممتاز يا عزيزي. انت ليه ما تجرب؟ يعني على استعداد انت تقول ما ابغى اصحى بدري وبتخرب علي ملبس يا اخي. انا من نفسي انا بصحى بدري طيب، ولكن هذا ما هو اختصاصي ترى، موضوع سهل. ممكن تاخذها بارت تايم يعني. صحيح. اخذها يعني؟ ممكن يعني تكون موظف وبس تجي ساعتك تصحي وتروح. فانا بس اخذ الموضوع يوصل لي بشوية لي بس. طيب. على العموم انت ما جبت حتى اوراق معك ولا جبت شيء عشان نشوف نقدمك على ال خلاص ان شاء الله راح نتواصل. طيب ايش رايك مزين الليفل؟ مزين الليفل؟ مزين الليفل تصير شيخ؟ وظيفة السنة الجاية تصير راعي، ايش المشكلة عندك انت؟ ما في تخصصي. انت اللي قلت ابي راعي ابل. تكلم تعرف قلت اكلت ابل ولا؟ انت الشايف. ها؟ تجي تكلم ثلاث مرات في اليوم. ايوه. انت شايف اني انا قلت اكلت ابل ما جايب معك اي شيء. ما جبت اي شيء، انت ما حتى السي في حقك ما ادري وشو. انت بس ربيت قطاوة بس. بس قطاوة. لا ما ربيت عشان يصير كمان فهمي في القطاوة. بس انا السلام عليكم صفقه يا شباب. شو بدك تقولي هاي؟ انا حاسس الموضوع من البدايه. بس عندي اسلم على الكاميرا وشو بدك؟ السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ السلام عليكم.
زول مدح لي اياك يا معلم. ضبطتها اليوم. والله؟ يلا ان شاء الله الدور علي. السماعة. ضبطنا. العفن هذا اللي هنا كله مسوي. قشع فيه. ها حبيبي؟ اوكي. قشع لي اللي هنا. زيرو ها؟ موس. موس. بس لسان موس. شو؟ بس موس. ايه. سوي يا بالله شوف من هنا مثلا. احط لك اول هذا الكرين. عشان تمتص البشرة. كريم ايش هذا؟ كريم تفتيح. ترى ما اسمعك. وش مدخلك هنا؟ تعال 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 راح على طول. تعال يا ولد وش الهم؟ والله يا غالي تعال 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 اول شيء اول شيء مرتاح؟ اسمع يلا والله عيال قلبك خبيتي يا ولد قاعد مش تكون مركب لي اغاني قل للكاميرا كذا اوكي اوكي تفضل هذا هو ابنك؟ تفضل تفضل ابوك معدوم اسنانه تفضل معلش تعبان شوي افتح سنونك افتح فمك شوف الظاهر المريض اللي قبلك اعداني مش ابوك يعني اللي قبله والله اللي قبله ما ادري ايش في امه زكمه وكذا ذبحنا تمضمض تمضمض المريض سوينا تحليل كورونا ام عاد ايش ايش المريض اللي قبله في كورونا اللي قبل شوي طيب قولوا لي لا يطلع الدكتور معلش معلش لحظه بس خليك خليك كيف خليك لحظه بس خليك لحظه 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 ما في ما في تطلع استنى 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 انت بعد الو دكتور ايش فيه تفضل قد مكانك انت معلش انا يمكن عديت منه تعالي تعالي ها اجلس اجلس جيبي جيبي اللبس عشان الحجر الصحي ما راح تطلعون انت وابنك ما في طلع لين تجي وزاره الصحه لانها الحين كل المستوصف راح يتقفل عشان الحجر الصحي معلش استريح نام انت نام خليني بشوف عيونك فيك جاك شيء ما فيني شيء خليني اشوف هذه كورونا مش لعب يعني نعم خلاص البس البس الولد راح ندخل العمليات الحين نعطيه ابره عشان ما يتاثر لا تتحرك غسل وجهك يا عمي اه
معليش عطعتني من ديب معك. البس البس هذه كويس البس. يا عم انت جايين استهبال ايش هو ليه جايين؟ امسك 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 ايش؟ امسك شوف عيونك بعد عني. ايش فيه؟ انا واخر عني. خلاص ايش اصبر لو سمحت اجلس انت اجلس اجلس ايش فيه؟ يا سيستر بسرعة جهزي الغرفة الحجر. حجر ايش؟ ما في ما حد بيطلع حجر الان كلنا حتى انا معاكم. ما لي دخل فيك نادي جيب صحة جيب البدلية. ايه بنجيبها خلاص انت ابوك هذا ابوك؟ ايوه ابوي. وين الاثبات لو سمحت؟ اجلس اجلس. جيب بطاقة العائلة لو سمحت. بطاقة العائلة اجلس استريح استريح. يا اخي انت مالك؟ صاحي انت. معليش معليش. قوم 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 معنا قوم. قوم بسرعة جهز الغرفة يا نيرس. قوم طب شوف الكاميرا وراك. نمزح. شوف هذه كاميرات خفية تعال برنامج. يا الله يعني شرفتونا والله. شيء يعني والله موقف يروح عندي بشاي ولا بشيء. والله اسف ما عندي شاي بس عادي خذ اي شيء. خلاص الصباح خلي بعد المغرب خلي انا هلا خلي بعد الصباح بعد المغرب يعني وقت عصريه يعني. والله اسف في عندي هذا الحين ان شاء الله بكره ممكن يكون في شاي. يعني ارقد خفافي يعني. طيب ممكن اطلب منك طلب صغير؟ سمي. بس توقف هنا دقيقه واحده بروح الحمام الله يكرمك وارجع. تمام تسلم يعطيك العافيه يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. في مويه بالله؟ لا مويه ما فيش. فيه عصير شيء. بسكوت على كم هذا؟ هذا ريالين وهذا بريال. ها؟ هذول على ريالين. اوكي. هذين؟ هذا على ريالين ريالين ريال. والاثنين بريال؟ لا الواحد اوكي اوكي خلنا. امسك. للاسف ما معصر. كيف؟ للاسف ما معصر. لا يا شيخ. اي والله. منا. ها؟ لا والله. مرة ما وصلنا البسطة المطلوبة يا شباب. هذه هي البسطة اللي قالوا عليها. ها؟ هذه هي عليها بلاغي حبيبي. ها؟ هذه جاتني واحدة من شوي. ها؟ ها؟ والله ما أدري عنها. في حرمة هالحين ماشية. حبيبي ما عليها الحرمة احنا شفناك موجود أنت. يا ولد والله ما احنا اللي شفناك. أقسم بالله العظيم عليها. في احد يبسط الساعه 1 بالليل؟ اقسم بالله نمشي الحين حرمه. ما في بالمركز المركز يا الربع المركز يا حبيبي. وش فيه وش حرمه هذه جاي تشتري منها انت؟ تشتري منها انت؟ اي توني شاري منها. تشتري منها القطرات يعني؟ لا وش الخير ان شاء الله. حسبي الله. الامن وش اللي مخدرات؟ لحظه وش اللي تتهمني انا؟ هذا الرجال اللي يبيع هنا هذا يبيع وجاي عندي تقول لي انا اخذ مخدرات خير ان شاء الله. هذا اللي يبيع هذا اللي يعيد. امسكوا هالحين وش وش حبيبي وش امسكوا هالحين بالمركز قلت لا هالحين بالمركز وش السالفه تبيع مخدرات؟ لا والله العظيم والله العظيم ما لي دخل. لا اقسم بالله ما لي دخل هالحين. امسكوا هالطيب يا الربع. اثبات موجود وش السالفه الحين؟ حاضر تمام يا الربع والله ما لي دخل. تمام ارسل دوري لو سمحت. ما انا معك يا حبيبي. حبيبي معي بالمركز قلت لك تبيع مخدرات. والله العظيم بحسب الله. هالحين امسكوها ثبتوهم. هالحين ترى راحت من هنا الحرمه. انا راحت من هنا عليك. راحت من هنا والله العظيم. كل روح دوره الحين تمشي معي المركز. ما امشي معك بالعيون. تمشي المركز بالعيون يا طيب. نجي نشيل احد البسط. اول شيء هذا شلون انت كيف من عيوني؟ من عيوني والله. لا جواك لا تدق من عيوني يا الربع. لا تدق يا الربع حرمه هالحين. حبيبي اغراضك هذه برضك شيء والله العظيم. هي اغراضك امشي في شيء ثاني بعد ما ادري عنها. وش تبيها غير هذيلا؟ انت الحين بالله انا لا تتهم بنات الناس. بالله بسالك سؤال بالله. وجه واحده تبسط. انا شاهد علي ان الرجال يبيع. والله العظيم انا شايفك. قلها لغيري والله العظيم. انت اللي قاعد تبيع. امسكوا من لا تتهم الناس. هي فيك وش خير يا ابوي؟ والله لهيها. لا تحلف لا تحلف يا رب في ذمتي. الحين شايف يبيع كذاب. لا كذاب كذاب. تعال تعال يا الربع. ما يخالف تعال تعال امشي. تعال تعال سمكتني يا ربي. Yeah.
معك ادري على الدعان تعال يلا عليك الله عليك مويا بس مقلب حلو ولا لا وشو فيها ها عشان الواحد يتعلم ما يتعلم بس رمضان اوكي ولا لا